السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أخبارك يا مصطفى؟ أخباري طيبة والحمد لله. طب الحمد لله يا مصطفى. معلش استفسار بسيط كده. بقول لحضرتك يا مصطفى. اتفضل. تفضلك الله. لو واحد مثلا اعتدى على واحد مثلا وحلق له مثلا شعره مثلا أو لحيته أو حلق له مثلا بعض الشعر، هل يجب عليه دية أو حكومة أو أي حامل له؟ قصاص. نعم. قصاص. قصاص. قصاص يقتص منه. يعني هي يعني يجب عليه يدفع له حاجه مثلا فلوس وديه؟ مش عارف قصاص يعني ايه. كما فعل بك يفعل به. بس ما يدفعلوش حاجه. والله يبقى هي قضيه، لكن الاصل قصاص. وممكن يدفع اذا استدعى المقام ان يدفع اللجنه المحكمه. ترى